ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محلياً وعالمياً. نتيجة مسحة كورونا اللي خضعت ليها بعثة منتخب مصر جت سلبية بعد الوصول لكوريا الجنوبية امبارح في رحلة سفر استمرت أكثر من 10 ساعات، وهيخوض المنتخب بكرة الساعة 1 الظهر مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية في مدينة سول. نادي بيراميدز أعلن جاهزية رمضان صبحي جناح الفريق لتدعيم صفوفه في مواجهة إسترن كامباني في المباراة اللي هتتلعب يوم 22 الشهر ده على استاد بتروسبورت، وده كان ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. رمضان بقى جاهز للعودة والمشاركة، خصوصا أنه كان غايب عن المواجهات الأخيرة مع فريق اللي لعبها قدام المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، ده غير أنه مشاركش في ودية مباراة اتحاد جدة. لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد حددت يوم 13 سبتمبر اللي جاي عشان ميعاد انطلاق دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2002، كمان تم تحديد يوم 23 سبتمبر ميعاد لانطلاق دوري عمومي السيدات، و16 سبتمبر لدوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004، وتحديد يوم 16 ابريل الجاي ميعاد رسم مباراة سوبر المحترفين. المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة روي رانا خلص امبارح المعسكر الاعدادي الاول اللي اتعمل بصالة الدكتور حسن مصطفى قبل ما اللاعيبة تاخد راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، وده على اساس ان هم يرجعوا تاني مرة للمعسكر الانتظام في صالة برج العرب الاسكندرية ليبدأ التدريبات بكرة بالليل، وده قبل مبارياته الودية امام منتخبات الاردن ورواندا واوغندا اللي هتنطلق يوم 21. المعسكر هيكون في برج العرب ويكون الاستعداد الأخير لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023 واللي هتتلعب في شهر يوليو الجاي في مصر. جدول المتأهلين في بطولة العظماء الثانية اللي هتتلعب في مصر يوم 21 يونيو لحد يوم 26 من نفس الشهر اكتمل خلاص. البطولة دي بتضم أفضل 16 لاعب ولاعبة بواقع 8 سيدات و8 رجال، وهتتلعب بنظام دور المجموعات في منافسات الرجال والسيدات في رحلة التتويج بآخر ألقاب الموسم الحالي. وهيشارك في بطولة منافسات السيدات نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي والأمريكية أماندا صبحي والنيوزيلندية جويل كينج والإنجليزية سارة جان بيري وروان العربي والإنجليزية جورجينا كندي. أما منافسات الرجال فهيشارك فيها علي فرج ونيوزلندي بول كول ومصطفى عسل والبيروفي ديجو إلياس ومحمد الشربجي وطارق مؤمن والويلزي جوال مكين ومازن هشام. لاعبة منتخب الكاراتيه حصلوا على 5 ميداليات برونزية في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه، وحقق الميداليات كل من سارة حسين وميسرة محمد ومؤمن محمد وعمرو علاء وعبد الرحمن عبد الله. ومن ناحية تانية حققت جنى خميس المركز الخامس في منافسات الكاتا، وكمان نغم ياسر في منافسات تحت 50 كيلو جرام كوميتيه سيدات. منتخب سويسرا حقق فوز صعب على منتخب البرتغال بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب جنيف ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية. بالنتيجة دي منتخب البرتغال تراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ومنتخب سويسرا تذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط. منتخب إسبانيا حقق الفوز على منتخب التشيكي بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وبكده بيحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ومنتخب التشيك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. منتخب الجزائر حقق الفوز على منتخب الإيراني بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي جمعت المنتخبين في العاصمة القطرية دوحة، وده ضمن مباريات الأجندة الدولية. سجل أهداف منتخب الجزائر رياض بن عياد في الدقيقة 43 وكمان محمد الأمين عمورة في الدقيقة 82، وسجل هدف إيران علي رضا في الدقيقة 64. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لأحمد وبسان عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك دينا.